السابعة مساء بتوقيت العاصمة الجمانة، يسعدني أن أصطحبكم في عرض لنشرة رئيسية لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم. عقد صباح اليوم رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير اجتماع عمل حول مشروع مزرعة مندليا وهو ما زال قيد التنفيذ. فاطمة الزهراء أبو المعالي. بناء على توجيهات رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير في أعقاب الزيارة التفقدية لمزرعة مندليا في شهر سبتمبر الماضي، يأتي هذا الاجتماع في إطار تقييم ومتابعة مشروع مزرعة مندليا الذي ما زال قيد التنفيذ. وخلال هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء الشركة المنفذة للمشروع ومكتب المراقبة والفنيين، طلب رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير من الشركة بذل ومضاعفة الجهود لإتمام وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد له على حسب الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة والشركة. من جهة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف، عقب خروجه من الاجتماع أوضح الهدف من الاجتماع قائلا: فاسلم جينا عشان نتابع المشروع ده ماشي كيف، الشركة موجودة ومكتب المراقبة كمان موجود، والحمد لله جينا النقاط تابعنا المشروع وتوصيات السيد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى مشروع مندليا، ووصلنا لنتائج طيبة، وإن شاء الله الاجتماع يستمر حتى المشروع يحاول ينجز وينفذ في أقرب فرصة ممكنة، لأن مشروع طموح مشروع مندليا هذا المزرعة المتعددة فيها خير كثير للشعب التشادي إن شاء الله. لا شك أن هذا المشروع في حال إتمامه سيسهم في دعم وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. اختتمت فعاليات أعمال المصادقة على السياسات القضائية بحضور وزير العدل البروفيسور أحمد محمد حسن. التفاصيل لدى عبد الله هارون. إن فعاليات أعمال الورشة الخاصة للمصادقة على سياسات الأقسام القضائية والتي جاءت بتمويل من مشروع دعم العدالة في تشاد، أنحى المشاركون أعمال هذه الورشة التي استمرت لمدة يومين على التوالي، حيث تلقى المشاركون معلومات هامة من الخبراء في عدة مجالات قضائية. استفدنا استفادة تامة، لأن هناك مشروع جديد بما يخص السياسة القضائية في بلادنا تشاد، لأن أنتم تعرفون في الأسبوع في الأسابيع المضت أن رئيس الجمهورية تحرك، وفي هذا البرنامج قد يعني تم وضع ميزانية لبلادنا تشاد، لذلك القضاء التشادي أيضا استفاد من هذه الميزانية. وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان لدى حديثه في ختام عمل هذه الورشة أكد أن البلاد منذ الاستقلال لم يكن لديها برنامج سياسي واضح في مجال القضاء، الأمر الذي دفعهم للقيام بوضع آلية مبنية على الشفافية في مجال القضاء. أهم النتائج، لأن أنا بعتبر اليوم ده يوم تاريخي لجمهورية تشاد، لأن منذ الاستقلال ما عندنا سياسة وطنية في مجال القضاء، في يعني للحكومة لمجال القضاء، لأن السياسة الوطنية تشمل كل الطبقات الشغالين في القضاء عشان النصد المكلفين يقولوا الحق. يذكر أن مبدأ استقلال القضاء يعد من الضمانات الأساسية للمحكمة وتحقيق البيئة الملائمة التي تبنى على النزاهة والشفافية. عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للشباب والرياضة اجتماعا بقاعة المكتبة الوطنية، تم من خلال الاجتماع مناقشة 4 نقاط مدرجة على جدول الأعمال واعتمادها بحضور رئيسة مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للشباب والرياضة حبيبة سولبة. آدم حسن مكاوي. لقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للشباب والرياضة أوناجيس يجيء لمواصلة أعمال مجلس الإدارة الأول الذي انعقد في 8 أغسطس الماضي، والذي تمخضت منه العديد من التوصيات، وأبرزها 4 نقاط المتمثلة في اعتماد الهيكل الإداري والميزانية وخطة العمل وظروف العاملين. رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للشباب والرياضة أوناجيس أفادت بأن أعمال اللقاء كانت إيجابية للغاية. وفي أورغانيغرام أنا كله الأورغانيغرام ده كله أنا شفنا تابو دورنا كله كي في الهاسي كونسيل اليوم ده كل شفنا ده تابو عديل وال شان أني نقصنا أورغانيغرام الأول لكبير بلي نقصنا عشان يكون ما بيصرف جوا ناس كتير وجروس كتير، والبيدجي كله
وكلمناهم بنتونا الديتاي. أوضاع وظروف ومصائر الموظفين وصفتها رئيسة مجلس الإدارة بالهمة ولا بد من معالجتها. حنا بيرسونيل حنا العمال قاعدين يخدموا أنا زمان ده قرار ثلاثة لكاتيجوري حنا عمال دول ده عمال الوايدين هم ديكريتي هم فونسيونير دول لا خلاص من وناجس بيجي ده خلاص الفونسيونير دول لا يقبلوا في منستر أنهم أنا أول لكن الهمان وادين عندهم كونترا لكن كونترا نوم ده في وقت محدد أنا وقت محدد ده كله زمان همان قاعدين في الفوناج ولا في أوناج بوركير ولا من سنة أوناجس وخلال لما بكان كل وايدة خلاص همان كل حقهم كملته. وزيرة الشباب والرياضة رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للشباب والرياضة أوناجس عبرت عن فرحتها وسرورها بمعطيات اللقاء التي ستمهد الطريق للهيئة من أجل خدمة الشباب والرياضة كما هو مأمول. وقعت صباح اليوم لجنة بحيرة تشات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وقعا على اتفاقية تعاون لوضع مشروع يتعلق بالحماية من أثار التغيرات المناخية بحوض البحيرة. أحمد آدم. الاتفاقية التي وقعها الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشات CBLT سنوسي عمران عبدالله ومديرة الدول لأفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيد كارول فلور هي اتفاقية تتعلق بمشروع تحسين إدارة حوض بحيرة تشاد الخاص بالتأثيرات المناخية. مناسبة جمعت كبار المسؤولين بالمؤسستين. كارول فلور أشارت إلى أثر المشروع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى للمنطقة والتي عاشت هذه السنين الأخيرة تدهورا بسبب التغيرات المناخية، وأن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يدعم المشروع ليمكن دول الحوض من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة. ردا على ذلك سنوسي عمران عبدالله أعطى أهمية قصوى لهذه الاتفاقية التي وصفها بالجهود المشتركة للبنيد والCBLT ويغطي المشروع الفترة ما بين 2017 إلى 2022 وهو مشروع طموح يثبت كفاح المؤسستين الإقليمية CBLT والدولية البنيد في كفاحهما المستمر من أجل منطقة مستقرة ومحمية من هذا التغير البيئي الذي بات يحدد المعمورة. ترأس الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر لقاء جماهيريا بمدينة أبشة لنقل رسالة الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو عباس أبكر والتفاصيل. بعد الاستشارة العامة التي قام بها مؤسس حزب الحركة الوطنية للإنقاذ مع الأمناء العامون بأقاليم البلاد وذلك من أجل تنمية سياسة الحزب في كافة الأراضي الوطنية، ومن هذا المبدأ فقد عقد الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر لقاء جماهيريا كبيرا بحضور مناضلي ومنادلات بإقليم والداي إلى جانب شخصيات بارزة لحزب الحركة الوطنية بالمنطقة. وقد نقل الأمين العام بالإقليم رسالة رئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو. خليني فتشوا مصلحة هنا دار والداي، خليني تابول رئيس الجمهورية نقول كده مالا لمصلحتنا أنينا أنينا مشينا طالبنا في انتجراسيون في كوماندمان في اوبيتال في ادكاسيون وكل أنتنا. هذا وقد تداخل بعض مسؤولي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ مؤكدين بأن هذه الرسالة ستساعد في توسيع شعبية وقائدة الحزب في جميع ربوع البلاد ونشر الوعي من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة. اختتمت أعمال ورشة عرض التقارير المتعلقة بعملية ختان الإناث التي نظمتها وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية. آدم حسن مكاوي. ختان الإناث هي القضية المنشودة من أعمال هذه الورشة ذات اليومين التي تهدف إلى عرض تقرير يتعلق بختان الإناث في تشاد ببادرة من منظمة التليفون المسيحية بالتنسيق مع وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية والأسرة. خلال عمر الورشة ناقش المشاركون الكثير من المسائل المتعلقة بختان الإناث الظاهرة المنتشرة على طول عرض البلاد إذا صحت التقديرات، وخاصة الأقاليم الثلاث البطحاء والداي وشاري الأوسط.
ممثل المنظمة الغير حكومية ريفوند ليفورني باسير في خطابه بهذه المناسبة قال بأن منظمتهم قد أسهمت في الكفاح ضد ظاهرة ختان الإناث، وذلك بهدم هذه الممارسات بالكامل وتدميرها ومحوها من الثقافة، طالبا من الحكومة المساعدة في إيجاد حلول ناجعة للتحديات الاجتماعية الكبرى. أما ممثل وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية فقد أثنى هو الآخر على المقترحات والتوصيات التي خلص منها المشاركون، مضيفا بأنها بلا شك ستعزز الآليات القائمة بشكل كبير من أجل تنفيذ النضال، مؤكدا في الوقت ذاته مدى استعداد وزارتهم للتعاون المثمر وتشجيع الشركاء. هذا ونذكر بأن قضية ختان الإناث تثير الجدل منذ زمن بعيد بين مؤيدين ومعارضين.